تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا على المتابعة، مواصلين معكم في 90 دقيقة. راح بضيفي مبروك كرشيد النائب في مجلس نواب الشعب. سي كرشيد مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. يعيشك، شكرا لك. البداية باش تكون بالوضع الوبائي، حسب التصريحات اللي توا جديدة بالكل، رئيس الحكومة على ما يبدو يقول أنه لا سبيل إلى حجر صحي شامل. معناها هذا الأمر غير مطروح بالنسبة لرئيس الحكومة. أنت طبعا في المجلس وأكيد تابع في الشأن العام ونائب شعب، كيفاش اليوم ترى الإجراءات الضرورية أمام هذا الوضع الوبائي سي كرشيد؟ الموجة الثالثة بالتحديد، نحكي ثالثة أو الرابعة كما تحب، حسب التحاليل هي معناها تصنيفها. ساعة نطلب لطف هذايا ونطلب سترة ربي، ساعة إنسان مؤمن، ولكن الحقيقة معناها هذا ما جني علينا في زمن الكورونا. وصلنا لمرحلة خطيرة وما عندناش إمكانية مقاومتها. من جني علينا سي كرشيد؟ اليد المرتعشة والخايفة واللي مش قادر تاخذ قرارات هي التي جنت على تونس في كل المواضيع بما في ذلك موضوع الكورونا. أنا نقول لك اللي احنا توا سيفري ما عادش عندنا اللوكس ولا بوسيبيليتي وما عادش عندنا إمكانية أخذ امتياز الغلق الشامل، لأن التوانس وكما نقول ديما هذا قلت من عام الفارط، أن التوانس عندما يخيرون بين الموت لا قدر الله بالكورونا ويخيرون بين الموت جوعا سيختارون الموت بالكورونا. هذا طبيعة جبلة الإنسان، هذه الجبلة يعني جبل متاع الطبيعة هيك متاع من توا. احنا التوانسة ما تفكرناهمش من 200 دينار اللي تقتلت عليها الناس للأسف الشديد تذكروا في البوسطة وفي غيره، حد ما تعاون. المقاهي مغلقة مدة سنة والعائلات اللي تعيش من المقاهي والمطاعم اشترهم مسرحين من العمل. الوتلة مسكرة منذ سنة وسنة تزيد، والصيف القادمة أيضا معناها ما هيش باش تختم. كل المرافق العملية المعامل جلها سكرت وتخلت على كثير من عمالها. يعني التوانسة ما عادش عندهم لي ريزيرف، حتى اللي عنده شويه فلوس مدخرات وحتى الماليه العموميه تحمل والدوله تعكز والاقتصاد سبب المدخرات الشخصيه نتاع الناس اللي قاموا بها الازمات نضبت. معناها التونسي لازم يخرج العمل، بالتالي امكانيه الغلق الشامل ما عادش عنده حتى معنى، ما عادش يقبلوه المواطن التونسي. يقول رئيس الحكومه ما يقولوش. علاش قلت هذا اليد المرتعشه؟ لان وقت اللي يلزمنا نتحركوا ما تحركناش، وقت للناس، وقت لوزيرة الصحة المصرية مادة ذراعها وتلقح في المرحلة الثالثة في التلقيح الصيني حتى تدخل الدولة المصرية باكرا إلى التلقيح، وقتها احنا وزير الصحة متاعنا مد وجهه في التلفزة سيدي فيران. راهو خلينا نقول الحقيقة كما هي، دونك تأخر التلقيح وتأخر القرار السياسي. دخلنا في المرحلة الثالثة. المغرب الآن تصدر التلقيح لافريقيا. خلينا نشوفوا الدول العربيه، هذه الدول العربيه اكثر فقرا منها كانت وكنا متقدمين عليها في الجانب الطبي. احنا شنو عملنا؟ عملنا ديفيدات شخصيات عامه في وسائل الاعلام، ولكن عمري ما شفت انا مسؤول في الصحه العموميه عام واش ولا هو شد البلوزه ولا في المعمل نتاع صناعه الادويه ولا في كذا، هذه كلها مش موجوده. كل شيء معناها فما نوع من الاستسلام في كلامك. انت شنو لا مش استسلام. باهي يسمع فينا شنو يعمل. لا مش استسلام. يسمع طبيبه تقول لك راه فما 14 ماتوا في الاستعجالي فرد ضربه. شوفي. اي الاستسلام. كيفو فيخ. اي هاو. القرار السياسي. تو دابور الاغلاق هذا متفقين فيه ماهناش. واضح. هاو قالوا رئيس الحكومه البارح. واضح الاتجاه. ثانيا زوز مسائل لازمها تقع. اولا وعي حقيقي من الشارع اللي احنا نقولوه وانتم تقولوه والناس الكل تقولوه. هاني انا توا لابس البافيت وكل الناس، رغم انا عملت الكورونا واخذتها من مواد سبتمبر والحمد لله وهاني، ولكن يلزم نكونوا حريصين على انه جايين المرحله وبائيه كبرى وعلى كل الناس ان تحرص تقوم بواجبها في المستوى الفردي، لان ثقافه الصحه هي ثقافه مواطنه. وثانيا الحكومه، احنا قداش تونس؟ خلينا نشوف الحقيقة. احنا توانسة معنيين بالتلقيح 5 ملايين مش اكثر، لان البقية معناها الديجان انطر من السنة الواحدة للسنة الثلاثين كلهم في العموم ما تمثلش خطر كبير الكورونا على حياتهم. لا تولي تمثل
السلالة اي اي السلالة الجديدة على كل حال. واللي تمثل سي كرشيد البارح سميرة مرعي كانت بحضرنا لهنا وفسرت لنا بالكدا انه موزيدة باش المستمعين يبداو عندهم المعلومات. اي بيان سور سي تريز امبورتون. فوالا سي تريز امبورتون. للاسف واللي هي حاجة قلقتنا الكل وفاجعتنا انه الشباب والاطفال ايضا هما عرضة للاصابة بالسلالة هذيا اللي هي تنتشر بسرعة واللي هي اليوم لطف الله لا يقدر خاطرنا زاد مرضت بالكورونا نعرف انه تعطيك وقت الموجة الأولى باش تفهم روحك ما بين الأعراض وما بين انك هذه فما ناس مرضوا اليوم من غدوه مشاو للانعاش دونك مهبوله شويه السلاله هذيا ما عندهاش الاعراض نتاعها غير معروفه دونك ماناش حل الا التلقيح كونكريتمون يلزم الاعتراف التلقيح. على ما يبدو للناس نطلب بالوضع الاقتصادي ساعه قبل كل شيء سي كرشيد يقولي هذا مطلوب اليوم كيفاش؟ الاعتراف بالوضع الاقتصادي الحقيقي بيان سير للناس باش ما عادش عندنا ان لوكس ما عادش عندنا اللوكس نتاع ان نسكروا ما عادش عندنا لوكس ان نعطوا 200 دينار ما عادش عندنا لوكس نقولوا الناس ما تخدموش ما عادش عندنا لوكس باش نقولوا رانا باش نخلص الشاري ما عادش عندنا لوكس انه نعملوا حتى شيء لفئه المواطن التونسي لان الماليه العموميه مخرمه ولا احد عمل على اصلاحها ما عندناش حكومه في تونس منذ سنتين ونصف راهو يلزمكم تكونوا واعيين ما عندناش حكومه احنا طب ليش حكومه من الموجوده هذه شكون؟ ما شنو حكومه تصريف اعمال في احسن الاحوال يا اخي فما حكومه ورئيس الجمهوريه ورئيس حكومه ما يتقابلوش فما رئيس حكومه واشترها يخدموا بالنيابه مده طويله معناها ونافيغا في فما حكومه وقت لي السلطه موزعه فما حكومه وقت الوالي والمعتمد ما يعرفوش يخدموا فما حكومه وقت لرئيس البلديه ينجم يطرد رئيس جمهوريه من بقعته فما سلطه هي في تونس اصلا سلطه اهدرت اهدار تام السلطه على قارعه الطريق في تونس هذا يلزم نقولوه للمواطنين لا احد يمتلك السلطه في تونس الكلهم كدياكه يتعاركون من اجل لا شيء شو الحديث استاذ كرشيد اللي سمعناه مثلا من عند من عام مساعد الاتحاد في اجتماع سيد عميره يحكي على انه الثلاثي الثالث من العام هذايا نجموا يكونوا بلاش شهري مثلا نحكيوا ايضا على رفع الدعم تدريجيا على مواد اساسيه رول فما كما نقولوا احنا بالتونسي تراتش كريم يعني انا ما كملتش الفكره الاولى الفكره الاولى هو انه الحكومه مطالبه بانها تجيب التلقيح يزي بلا فدك على تونس يزي بلا فدك على تونس اش معناها جيبونا في وزير ومدير عام صحه عموميه وقد بالطباله وماشيين فرقه نتاع موسيقيه نجيبوا في 80 ألف جرعة معناها جايتنا هيبة من الصين ولا جايتنا هيبة من روسيا، إيش معناها التوانسة يعطونا يا سيدي نتبرعوا يحلونا كونت كان ما عندهمش فلوس وخلي يتبرع شوية اللي عندنا نجيبوا الدواء للتوانسة. واضح هذا ما عادش قابلين أنا نبقوا بلا غير دواء بلا غير تلقيح ويلزم يعطونا رزنامة قريبة جدا أنا عمري 54 سنة الآن متى سألقح يا أخي نحب نعرف روحي. عندك الحق. هذا مش معقول أن نبقوا للمرض وللموت لأن حكومة عاجزة ومرتبكة وزير صحة نهار كامل هو يستقبل في بعض مع الاحترام للأشخاص ما نحبش نوصل للأشخاص ولكن الحقيقة فاض بين الكاس في معاملة هذه الحكومة وفي صحتنا. عندك الحق باهي سي كرشيد عندك الحق نقول لك على خاطر هذه الحيرة نتاعك راهو برشا يتقاسموها أبائنا أمهاتنا الناس الكبار يقولوا لنا وين المشكلة يقولوا لنا وين المشكلة يقولوا وين المشكلة ويقولوا إذا كان فما خطأ وإلا ديفاي صاروا في السياسات يعلموا بهم الناس هذاك علاش أنا أحلتك على الوضع الاقتصادي لأنه مباشرة بعد الهجس الوبائي يجي الهجس الاقتصادي اللي هو مربوط ببعضه أنت قلت توا أن التونسي كان تخيروا ما بين الموت جوع والموت بالكورونا يقول لك نموت بالكورونا وموت جيعان انا نخدم على صغاري ونمشي كلزم يسرق على اولاده ويعارك ويقتل وفك ويموت هو خاصة وضحي بنفسه الوضع الاقتصادي كيفاش تراه في المدة الجاية مع بعض المؤشرات اللي حكيتهم لك سي كرشيد رفع الدعم تدريجيا الاتحاد من مشيرة الأخرى يقول لك أنه الشهيري راهو كالعادة تنجم توخر على العبيد وفما خوف كبير جدا على وضعية المالية العمومية في تونس لا هي الوضعية العمومية أنا نعتقد اللي احنا في حالة إفلاس غير معلن ويجب أن نقول هذا أنا عشت في الدولة ونعرف الدولة ونعرف كيف تعد الميزانيات وكيف يقع التفكير أنا أولا أعتقد اللي احنا في حالة إفلاس غير معلن لأن وقت اللي يقع العقلة على المؤسسات العمومية والدولة ما تخلصش والمؤسسات العمومية تعقل بعضها هذا سيني نتاع سيسمون بيمون وهذه ما تكون كان في حاله الافلاس استحاله خلاص ديون معناها بيان سور وقت الديون الدوله تعقل بعضها الضمان الاجتماعي يعقل على تينيزير هاك شفتوها تجي الطاف كيما نتاع الاتراك تعقل لنا الطيارات نتاعنا هذه الدوله قادره على اداء ديونها وقت الانسان ما ينجمش يجابه ديونه هي حاله الافلاس شنو هو الافلاس مال اذا كان ما كانش العجز على مجابهه الديون دوزيامون احنا العالم عاش قادر على ان يقرضنا علاش ما عادش قادر ان يقرضنا لسببين
السبب الأول كل واحد فلاهي في نواره. حاليا الموجود هو أنه مثلا العالم كله يعيش وباء الكورونا، فرنسا ما تخدمش، المؤسسات المالية العمومية العالمية، الاقتصاد البلاك بتاع تورنت بتاع الاقتصاد مش قاعدة تقدم. شنو النتيجة؟ النتيجة أنه العالم كله مسكر، أن الأموال مش قاعدة تتدفق، بأن الدول اللي قادرة أنها تعمل قروض معاش قادرة أنها تقرض، حتى اللي كانت عاتية وعود وفما شراكات وتعتبر تونس حليف أولي يعني المناخ الدولي قطر مثلا سي كورشي اللي صار مؤخرا أي شو قطر أي طنجو أي في النقطة الأولى أنه اللي حتى الدول القادرة على الإقراض كما قطر كما قطر أو غيرها حاليا إمكانياتهم ضعفت إزاء الوباء وإزاء عدم الاشتغال والمشاكل. دوزيامون احنا ما عاد جهه موثوق بنا، تونس لم تعد جهه موثوق بها، اولا تنظم الوعود الكاذبه، وثانيا السلطه تتعارك على قارعه الطريق، على قارعه الطريق في الشارع في المكان العام عرك، راه ما في مكان العرك كما نسميها انا صراع الديك. شفتيش انت معناها عركة حقيقية ما بين ديك، معناها من كل واحد نفخ أوداجه، كل واحد نفخ ريشه، وكل واحد يستغل الأدوات الموجودة قانونية وأخلاقية واعتبارية بالنتيجة شنو؟ أن العالم لا يثق بنا، وبالتالي يبدو ما يثقش بنا. إذا كان فما حتى بعض الجهات المقرضة والجهات اللي تحب تعاون تقولك شوية نستنى شوية، احنا من الداخل ما هناش دولة حقيقية للاشتغال، اولا بسبب الكورونا، وثانيا بسبب ضياع السلطة سنتين ونصف احنا بدون حكم. ما هناش دولة حقيقية. بيان سير تو شوف الادارة يا شبيك اخي، عايشين في تونس راكم مش عايشين في تونس. فضلا عن ازمة الكورونا الادارة لا تشتغل، الادارة لا تشتغل الا متى كان لها وزير معلوم ومسؤول وواضح ويتحمل مسؤوليته. اذا كان موظف يرى ان الوزير نتاعه باش يتنحى ولا وقتي ما يخدمش راه. واللي هو كرشي. عنده رؤيه الموظف يشوف الحكومه باش تتنحى شهرين ولا ثلاثه ما يخدمش. نرجع بعد الفاصل سيد النائب جوستومون باش نحكيو على المحكمه الدستوريه وعلى التصريحات تاع رئيس الجمهوريه اليوم حول المحكمه الدستوريه. انتم تسمعوا في 90 دقيقه مع خلود. مرحبا رجعنا لكم في 90 دقيقة. مبروك كرشيد النائب ضيفنا اليوم. أستاذ كرشيد نحكيه على المحكمة الدستورية، نحكيه على أزمة أخرى على ما يبدو بيناتكم انتوما مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية. اليوم رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى 21 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة تحدث عن المحكمة الدستورية، نسموه. تعرفون اليوم ما يحصل داخل المجلس النيابي وداخل مؤسسات الدولة، دساتير يجب أن توضع لتحقق الاستقلال ولتحقق القانون. هناك بالقراءات كما قلت مختلفة، ولن أقبل أبدا بأن توضع هذه النصوص على مقاس الحكام لتصفية الحسابات. هناك نص دستوري أقسمت على احترامه وأقسم على احترامه، فعلى الأقل ينظر في نص القسم التي أدوها وأن يحترموا الدستور. بعد أكثر من 5 سنوات تذكروا أن لدينا محكمة دستورية، بعد سبات عميق، بعد وفاق وبعد شقاق وبعد نفاق دام لأكثر من 5 سنوات، تذكروا اليوم المحكمة الدستورية وعلوية الدستور. هم وضعوا الدستور وقالوا أنه سيتم إرساء المحكمة الدستورية خلال عام. سي كرشيد شنو رأيك في الحديث هذا؟ يعني شوفي احنا مؤسف أني نسمع، مؤسف أنا نقول معناها تو خلينا نجاوب كرجل قانون أي ونقرأ نص القانون وافهم معانيه. يعني احنا ماهوش موضوعنا توا المحكمه الدستوريه وتكوينها. يعني ماهوش موضوعنا اليوم هو تنصيب المحكمه الدستوريه، وهل انه تنصيب المحكمه الدستوريه قانوني او غير قانوني. احنا موضوعنا اليوم هو تنقيح قانون من قوانين الدوله التونسيه يتعلق بالمحكمه الدستوريه. طالما انه الموضوع يتعلق بتنقيح قانون، فالجواب الذي يجب ان يقع هو لماذا تنقيح القانون هذا غلط؟ وشنو هي المخالفه اللي فيه؟
يعني أن يقول مثلا أنا نهبت في بعد ثلاث مرات من درجة الأغلبية الثلثين إلى أغلبية قدرها ثلاثة أخماس، ما هو الخطأ الدستوري فيه، ولا لماذا السيد رئيس الجمهورية يريد أن يرده إلى البرلمان بالأغلبية المعزز؟ بهذه قراءة قانونية، يذولي كان تحط كاسكيت سياسي، توا القراءة السياسية نجم تؤدي إلى معنى. لا شوفي، ها نقول لك، شوفي أنا ما تعرفي. إيه مش ما خليني جاوبك. تفضل سي كرشي، تفضل. إحنا على شنو نظن حياتنا الكل؟ لتدروا. يعني اللي نظر عليه هو أن يكون فما دولة قانون وإنفاذ قانون. بالتالي ما نجمش نتعاطف مع أي طرف سياسي حتى كانوا قريب ليا في أفكاري إذا كان يخالف القانون. بالتالي إحنا كل نظامنا كمدنيين وكناس نؤمن بالدولة هو أن تكون فما دولة القانون. دولة القانون يعني احترام الفصول. إحنا اللي شفته في رد السيد رئيس الجمهورية لا علاقة، أورسيجي جواب خارج النص خارج الموضوع. السيد رئيس الجمهورية إذا كان يعطي الكوبي متاعه إلى أستاذ قانون وأنا أستاذ قانون، ولكن خلينا نمشي الواحد في باش يكتب له عليها كلمه واحده أورسيجي. علاش؟ لان مش هذا الموضوع الذي نحن بصدد تناوله. الموضوع اللي تناوله السيد رئيس الجمهوريه هو انه يستحيل مطلقا تكوين المحكمه الدستوريه. اي هذا الحقيقه زاد مش مقبول. علاش مش مقبول؟ لان الاجال الدستوريه اجال عكس ما قال هو، اجال تحريضي، وهي اجال استنهاضية. إيش معناها استنهاضية؟ يعني نفسروا للناس. استنهاضية يعني أن تحث على أن يقع الفعل في أجل أقصاه. عندما نتجاوزه معناها وعملنا حاجة ما توليش باطلة، وعندنا أدلة على هذا. المحكمة الدستورية في إيطاليا قامت بعد 9 سنوات. يا أخي كي تكونت المحكمة الدستورية وتشتغل في إيطاليا بعد 9 سنوات. واضح. دونك فما أمثلة مقارنة. أي نعطيك أمثلة. الرئيس الجمهورية اعتبر أنه عنده فيتو هو لكي. سامحيني. خليني أكمل لك أمثلة. إيه. باختصار. الآن المجلس الأعلى للقضاء التونسي اللي قابل فيه السيد رئيس الجمهورية هو مجلس أعلى للقضاء انتخب خارج أجل 6 أشهر. المنصوص عليه بالفصل 48. بالتالي هو عنده شرعية. هيئة مكافحة الفساد التي يجتمع بها كل يوم السيد رئيس الجمهورية هي هيئة يعني انتهت اجالها، المفروض ان ننتخبوا هيئه جديده. بيه. ايضا لايكا، تعرف انت موضوع لايكا. اذا مساله الاجال في الدستور، انت واضح كي قلت أورسوجي هو أرادو غير قانوني بالنسبه ليك بكل المقاييس. احترامي لشخصه، وما انا ما نحبش نتهجم على حد معناه ومانيش. لا انت قلت كيفاش يحيي ذكرى وفاه بورقيبه ولا يحيي عيد الاستقلال. انت بهت اصلا من انه اليوم يكون موجود في المستشفى. صحيح. انا استغرب. انا انتظرت ان السيد رئيس الجمهوريه، عندنا قاسم مشترك وطني، أنا من عائلة معارضة لبورقيبة سياسياً. في الماضي. تو تخلصت من الإيديولوجيا ونحب التجميع والقوى الوطنية. ولكني اعتبر 20 مارس عيد الاستقلال. علاش؟ لأن ناظر عليه كل التونسيين اللي كانوا مع بورقيبة وضد بورقيبة. 20 مارس هو رمز بناء الدولة، هو الأسانسير سوسيال اللي جابني أنا وأنت باش خلانا قاعدين مقابلين بعضنا. 20 مارس هو الذي حرر المرأة التونسية. 20 مارس هو اللي عمل بداية الدولة. ماناش راضيين عليها، راضيين عليها 20%، راضيين عليها 40%، أما لا يمكن إنكارها. وإذا كان اللي عارضوا يروا أن 20 مارس ماهوش استقلال، يعني باب أولى وآخر أن لا يحتفوا بالرئيس الأول لهذه الدولة. بالتالي سيد رئيس الجمهورية كان عليه وكان من واجبه أن يتولى الاحتفال وأن يحيي ذكرى 20 مارس قبل الذهاب إلى مبروك رشيد. فما مازالوا لي زوز أسئلة بسرعة، لو كان جاوبنا نحب ناخذ رأيك في الموضوع. أولا خروج يوسف الشاهد للإعلام وتصريحاته حول موضوع الخميس الأسود وما قيل بعد ذلك حول الدور اللي لعبه يوسف الشاهد، برشا تكلموا مثلا القاو عماد الديمي اللي هو قبل كان نائب سابق في مجلس نواب الشعب يقول أخطر من مرة بالقصبة منذ 1956. أنت نائب عن تحية تونس؟ لا قبل؟ قبل انا بقيت في الحزب 3 ولا 4 شهور لا اكثر ولا اقل واستقلت. اي وكنت من الناس اللي مثلت تحية تونس في وقت من الاوقات في الجنوب ونعرفوا هذا الكل حكينا فيه قبل في حوارات. حاب ناخذ موقفك مما حصل من تصريحات يوسف الشاهد، شو اللي صار في البرلمان وقتها بسرعه اذا كان عندك معلومات. لا انا ما كنتش البرلمان وقتها، ما كنتش في الحكومه، انا خرجت 2018 من الحكومه. كنت قريب من يوسف الشاهد في وقت من الاوقات. يعني شوفي شوفي ما عنديش شهاده خاصه على الموضوع هذا. واضح. لا شهاده لي على هذا الموضوع، يعني كنت بعيد عليه.
واضح. به في موضوع المرافقة الأمنية داخل مجلس نواب الشعب جدل كبير أستاذ كرشيد حول عدم دخول المرافقة الأمنية تحت قبة البرلمان وخاصة عبير موسي اللي تقول أنه حياتها معرضة للخطر، هل تتضامن معها في الإطار ذي ولا لا؟ شوف أنا معناها تضامني ماهوش مطلق في الحياة، ديما نضمنش بشكل مطلق، يلزم نفهم شنو الموضوع. إذا كان منحهم المرافقة الأمنية مطلقا فأنا مع حمايتها حماية كاملة. إذا كان فما إجراءات ترتيبية يتم الاتفاق عليها في المرافقة بين مرافقها هي والحرس الرئاسي في البرلمان فهذا مسألة داخلية بين أمنيين في أمنيين، أنا ما ادخلش لأني أنا بيدي عندي مرافقة وعندي تهديد، ولكن ما تحدثش على الموضوع هذا. والمرافقة ما عملت حتى مشكلة، تنسق هي والمرافقة متاع وهي والحماية متاع القصر بارد وينتهي الموضوع. بالتالي شوفي إثارة المعارك، أنا نتمنى أنه معاركنا تكون على الوطن، ومعناها ربي هو الذي يحيي نفوس وهي الذي يميتها. أيه وبالتالي حتى كان معي مرافقة أمنية توا. أيه. أنت مرافقة الأمنية المرافقة لا ما بش نفهمه سيكوشي ربي هو خليني كمل الجملة. المرافقة الأمنية اللي معاك تدخل معاك البرلمان ولا لا؟ هيك ما نفهموش. خليني كمل الجملة. أي تفضل كمل الجملة. راهو حتى كان معايا مرافقة توا في السيارة الأرواح بيد الله، راهو قداش معاه واحد من المرافق ويموت. مسألة الموت والحياة هذه ما يلزمش ننظروا لها، يلزم ننظر للمصلحة الوطنية. هي تقول أنا ما عنديش حماية، إذا كان ما عندش حماية يلزم نوفروا لها حماية. إذا كان الموت والحياة بيد الله هكاك أنا نقول لك على جملة المرافقة الأمنية الناس الكل علاش نلبس سانتور معناها في الكهرباء مثلا، فهمت شنو هو سي كرشيد؟ أنا مي با لا كملت هالفكرة. أخذ بالأسباب طبعا طبعا ونعمة بالله هذيك. يعني شوفي المعركة المعركة المرافقة الأمنية معاك تدخل البرلمان أنت سي كرشيد تحت قبة البرلمان يبقوا في الباب، هي تطالب بذلك على خاطر تعتبر أنه معرضة لتهديد. هذا هو الموضوع نحكي في إطار المجلس راه اي لا متفق معاك، ولكن انا نقول لك اذا كان الامنيين نتاعها ما قالوش يلزمهم يدخلوا لداخل، مش هي باش تعرف عمل المرافقه الامنيه، مش هي تحدد هي ولا غيرها، ولا انا الامني نتاعي يقول لي انا حدي هنا اللي معايا السيد الامني اللي معايا المرافق بارك الله فيهم ويرافقوا فيهم ومتحمليني وانا معناها شوف. هو يحدد سقف الخطر معناه يصير هذا موضوع ما بين امنيين. اذا انا ما نتعتقدش لا الحرس الرئاسي ولا حرس الداخلية اللي يرافقوا السيدة عبير اللي هم من الداخلية والحرس الرئاسي اللي أمن في البرلمان يعرفوا اللي هي في خطر، مش هي ما نصورش أنا ما عنديش ذهني أنهم باش يتواطؤوا مع أي شخص. هي تتهم راشد الغنوشي في ذلك، يودي توا راشد الغنوشي يا أخي هو يحكم في روحه غادي تيجي يحكم في الحرس الرئاسي، الحرس الرئاسي يحكم فيه الجنرال بتاع الحرس الرئاسي وأنا أعرفه هو رجل وطني وعمره ما يسمح بالتجاوزات. ولا وزارة الداخلية توا باش يعطوا عبير ولا مبروك كرشيد ولا فلان باش يقتلوا الغنوشي، مو فهم شوية كلام ما لازمش نهيجوا الناس. أنا شو نقول لك؟ إذا كان الأمنيين يروا أن رفقتها ضرورية داخل البرلمان يجب أن ترفق حتى لدورة المياه، وهذا أكثر شيء من هيك. وإذا كان الأمنيين يروا أنها المرافقة متاعها كافية داخل البرلمان ولا التأمين كافي داخل البرلمان، أنا وهي وأنتي الكلنا تحت حماية، وهذا صالح لكل النواب طبعا فوالا لسلامة النواب طبعا هذاك راه اسمي. بالتالي هاو باش نختم بها هذه، انا كل انا حيوان ما نحبوش يموت، مش اي كائن ما نحبوش يموت، اي كائن ندافع على حياته، ربي خلق الكائنات حتى تحيا، فما بالك بالبشر وما بالك بالقادة السياسيين. بالتالي انا نتمنى صباح وليل ما يموت حد في تونس ان شاء الله، وخاصه السيدة عبير اذا كانت تشعر بالخطر. ها احنا في مجلس المكتب تو نطرح وندافع على حمايتها كامله. شكرا لك مبروك كرشيد، ان شاء الله سختو صحه جيده للناس الكل يسمعوا فينا وربي يبقي الستر على الناس الكل. شكرا لك يعيشك سيد نائب مبروك كرشيد. نرجع لكم بعد دقائق في تعويض زين بالملكي في مع الناس.